في المدينة القديمة من الجانب الأيمن للموصل، هناك حيث توجد آلاف الجثث المدفونة تحت الأنقاض عقب معارك تحرير المدينة التي دارت بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي. شرعت الجهات المعنية بإشراف مديرية الدفاع المدني وبالتعاون مع قوات الجيش العراقي بعملية انتشال هذه الجثث من تحت ركام مباني المدينة. تشكيل لجنة بأمر من دولة السيد رئيس الوزراء المحترم ومتابعة السيد وزير الداخلية المحترم. اللجنة برئاسة مدير عام الدفاع المدني وعضوية بعض الأجهزة الأمنية والخدمية في المحافظة، منها قيادة عمليات المحافظة وقيادة فرق 20 وقيادة شرطة المحافظة والصحة والبيئة والبلديات. مهمة اللجنة هي لرفع ما تبقى من الجثث من تحت الأنقاض. القائمون على تنفيذ عملية انتشال الجثث أكدوا عدم وجود إحصائية محددة لأعداد الجثث المدفونة، مشيرين إلى أنه سيتم نقلها إلى الطب العدلي بعد انتشالها من تحت الأنقاض ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. أعداد كبيرة لحد الآن لا ليس لدينا إخبارية كافية بأعداد الجثث الموجودة. إن شاء الله من يوم غدا نقوم بعملية انتشال هذه الجثث ونقله إلى الطب العدلي واتخاذ عينات منها DNA لمطابقته في دائرة صحة نينوى. بالنسبة للفرق العشرين واجبنا منع الناس الغير معنيين أو الفرق الغير معنية وغير رسمية للاقتراب إلى منطقة الواجب أو منطقة المهدمة في القديمة في المدينة القديمة. من جهتها أوضحت بلدية الموصل أن مهمة تجهيز المعدات الخاصة بإتمام هذه العملية سيقع على عاتقها، إضافة إلى متابعة توثيق أسماء الجثث المنتشلة وتحديد هوياتها. سوف نتبنى الجهد الآلي الثقيل من خلال توفير الحفارات والجرافات لغرض فتح الطرق ورفع الأنقاض لاستخراج الجثث. ومنذ استعادة الموصل من التنظيم الإرهابي يعاني أهالي المدينة الأمرين جراء عدم معرفة مصير الكثير من أبنائهم وذويهم الذين فقدوا خلال معارك التحرير، فيما تستمر فرق الدفاع المدني باستخراج الضحايا من تحت الأنقاض، حيث تم انتشال 2650 جثة من نصف مساحة المدينة القديمة بحسب مصادر في مديرية صحة نينوى. إلا أن ما يؤلم فعلا هو وجود آلاف الضحايا الذين ما يزال مصيرهم مجهولا، بل أن هناك عائلات بأكملها لم يعثر لها على أثر حتى الآن.